من الرسمة دي كان عندنا مكانين بس، مكانين بس قلتهم ما بيطلعوش أسيتايل كولين، بيطلعوا أدرينالين نور أدرينالين. هو نيرف واحد بيطلع أدرينالين نور أدرينالين، مين؟ سيمباتيك ولا بارا؟ سيمباتيك. العادي ولا السبيشال؟ العادي. البري ولا البوست؟ البوست. يبقى البوست جانجليونيك سيمباتيك اللي هو العادي، اللي هو السيمباتيك اللي شغال على الجسم كله بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين. في مكانين بس، بس السيمباتيك لما بيشتغل عليهم ما بيطلعش ادرينالين، هما مين؟ البلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسل والسويت جلاندز. زي ما قلنا السيمباتيك بيطلع عليهم اسيتايل كولين. طيب لو انت ذكي بقى جدا ذكي، تقدر تقول لي مين المكان التاني اللي قلت وانا بشرح بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين؟ الادرينال ميدالا. قلت الادرينال ميدالا شغال عليها سيمباثيتك، وانا متوتره السيمباثيتك نفسه هيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، هو النيرف نفسه، وبعدين هيروح يشتغل على الادرينال ميدالا يقول لها يا ادرينال ميدالا طلعي هرموناتك. طب هي ايه هرمونات الادرينال ميدالا اصلا؟ ادرينالين ونور ادرينالين، وترميهم في الدم. يبقى انا عندي مكانين بس بيطلعوا ادرينالين نور ادرينالين. طب ايه الفرق ما بين الادرينالين نور ادرينالين اللي طالع من السمباثاتيك والادرينالين اللي طالع من الادرينال مدله؟ اللي طالع من الادرينال مدله بيخش الدم، اللي بيخش الدم بيقعد مده زمنيه طويله يشتغل، فده بيديني تاثير اقوى واطول اللي طالع من الادرينال مدله. طيب افرض واحد عمل عمليه وشال الادرينال مدله الاثنين عادي جدا، هيحصل له حاجة ولا أي حاجة؟ لأن الأدرينالين والأدرينالين هيطلع برضه من السيمباثيتك عادي جدا. المهم إن هما بيكملوا عمل بعض. فأنا هنا هتكلم على الأدرينالين والأدرينالين، وأول حاجة هسأل عليها هما بيطلعوا منين؟ مالهمش إلا مكانين بس بيطلعوا منه، البوست جانجليونيك سيمباثيتك العادي ولا السبيشال العادي، والأدرينال ميدالا. والشغل بتاعهم بقى اللي هي الحاجات بتاعت الفايت والفلايت، القلب، ضربات القلب، بس معايا، ضربات القلب بتزيد، البلاد فيسلز بيحصل لها فازو كونستريكشن، يعني السموث ماسل اللي مبطنه البلاد فيسل بيحصل لها كونتراكشن، بتنقبض عشان تضيق البلاد فيسل، تمام؟ والسموث ماسل بتاعت الوول، البلادر مثلا، البلادر اليورينري بلادر، هل ده وقته ان انا اعمل يورين؟ لا، يبقى انا بعمل انهبيشن للوول اوف سموث ماسل. نفس الفكره في الجي اي تي، في الجي اي تي هل ده كان وقت ان الوول يتحرك؟ لا، بعمل انهبيشن للوول، انهبيشن للوول يعني بخلي الوول ما يتحركش. طيب فاكرين كان بيعمل ايه في البرونكاي؟ كان بيعمل ايه في البرونكاي؟ بيوسع البرونكاي عشان يدخل هواء كتير ولا بيضيق البرونكاي؟ بيوسعها، يعني السموث ماسل اللي مبطنه الاير واي بيخليها تعمل دايلاتيشن ريلاكسيشن. المهم ان اللي انا عايزاه تجمعوه في دماغكم ان هو بيعمل ستيمولاتوري للبلاد فيسل عشان تعمل فازو كونستريكشن، وستيمولاتوري للهارت، وانهبيتوري للسموث ماسل معظمها اللي هي بتاعت الوول. بيعمل الشغل ده ازاي؟ بص معايا، النهاية العصبية بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين. مثلا دي نهاية عصبية عايزة تشتغل على القلب مثلا، يبقى القلب لازم يكون عليه ايه؟ لازم يكون عليه ايه عشان يعرف يستجيب الادرينالين ونور ادرينالين؟ لازم يكون عليه ريسبتور، ريسبتور مخصص للادرينالين نور ادرينالين. وبالتالي لما الادرينالين، بالمناسبه الادرينالين والنور ادرينالين بيعملوا نفس الشغل هما الاثنين، بس هنعمل مقارنه ما بينهم في الاخر، يعني مين اقوى في حاجات معينه ومين اقوى في حاجات تانية. المهم ان لما النيورو ترانسميتر يمسك في ريسبتور، زي ما قلنا الريسبتور ده يا اما يبقى ستيمولاتوري يا اما يبقى انهبيتوري يا اما يبقى الاثنين. الفكره هنا بقى ان الادرينالين ونور ادرينالين ليهم 4 ريسبتورز، هنقسمهم مجموعتين الفا وبيتا، وتحت الالفا في الفا 1 والفا 2، وتحت البيتا في بيتا 1 وبيتا 2، يعني في الاخر طلعوا كام ريسبتور؟ 4. عايز اقول حاجه على الالفا، الالفا والبيتا الاثنين بيستجيبوا للاثنين، ادرينالين ونور ادرينالين، بس الالفا تحب النور ادرينالين اكتر وتستجيب احسن واقوى للنور ادرينالين، بينما البيتا تحب الادرينالين اكتر وتستجيب احسن واقوى للادرينالين. تعالوا ناخد كل ريسبتور من دولت مكانه فين وبيعمل ايه. نمسك الفا 1، الفا 1 ده نقدر نقول ان هو موجود في معظم الاورجنز، يبقى اكتر واحد مشهور هو الفا 1. الفا 1 شغلته ايه؟ ستيمولاتوري ولا انهبيتوري؟ الاثنين، بس مين ستيمولاتوري؟ يعني غالبا الفا 1 هيشغل العضو اللي عليه،
بس في حالات معينة الفا 1 هيعمل انهبيشن. فبص من دي، فلو جاب لك في السؤال اونلي ستيمولاتري غلط، لا الفا 1 ساعات نادرا ممكن يعمل انهبيشن. اديكم مثالين، ده سيمباثيتك رايح يشتغل على السبلين او البلاد فيسل، المثالين يمشوا. هو سيمباثيتك كان بيعمل ايه في السبلين؟ كونتراكشن صح، يبقى ستيمولاتوري. وبيعمل ايه للفيسل؟ فازو كونستريكشن، يبقى ستيمولاتوري. فالنيرف رايح يشتغل على الحتتين دولت، فيقوم هيطلع عليهم ايه؟ ادرينالين ونور ادرينالين. يجي الادرينالين والنور ادرينالين اهو يمسكوا في الريسبتور. مين بقى الريسبتور اللي موجود على السبلين والبلاد فيسل؟ الفا 1. الفا 1 هنا هيعمل ايه في السبلين والبلاد فيسل؟ ستيمولاتوري ولا انهبيتوري؟ ستيمولاتوري، عشان السبلين يحصل له كونستريكشن والبلاد فيسل يحصل له فازو كونستريكشن. ده التاثير المين بتاعه. ولكن ده سيمباثيتك رايح يشتغل على الجدار السموث ماسل، بس انهي الجدار؟ عشان احنا زي ما قلنا قبل كده في وول وفي سفنكتر، لا انا بتكلم على الجدار بتاع اليورينري بلادر مثلا. انا هعمل ايه في الجدار؟ انهبيشن، لا انا مش عايزاها تكونتراكت دلوقتي خالص، مش وقته خالص. يبقى الادرينالين دور ادرينالين هيطلعوا يمسكوا في الفا 1. الفا 1 هنا هتعمل ايه؟ انهبيشن. ولكن عايز اقول لكم حاجه على السموث ماسل، مش الفا 1 الاساسي، يعني الفا 1 موجود بس كميات قليله، مش هو الاساسي هنا. بس اللي انا عايزه اقول لكم عليه ان الفا 1 موجود على معظم الاعضاء ما عدا الاعضاء اللي هنقولها هنا، معظم الاعضاء، وهو mainly stimulatory بس كده. الفا 2 سيبوها في الاخر، لان دي الوحيده اللي يقال عليها regulatory، يعني شغلانتها مختلفه خالص عن انهي ريسبتور تاني خالص هناخده، فخليها في الاخر. الفا 2 خليها في الاخر. بيتا 1 بقى، انا احب البيتا قوي، حب بيتا 1 قوي، بحبها جدا، بحبها جدا. هو الحب منين؟ من القلب. يبقى بيتا 1 موجوده بس في القلب. ده سمباثيتك رايح يشتغل على القلب، لعشان يشتغل عليه لازم يكون القلب عليه ريسبتور. ايه بقى اسم الريسبتور اللي موجود على القلب؟ بيتا 1. بس سهله قوي، بيتا 1 اسهل من الفا 1. الفا 1 موجوده في كل حته، بيتا 1 موجوده بس في القلب. طب هو السمباثيك بيعمل ايه في القلب؟ بيزود شغله ولا بيقلل شغله؟ بيزود شغل القلب. يبقى ايه الافكت بتاع بيتا 1؟ ستيمولاتوري ولا انهبيتوري؟ ستيمولاتوري. يبقى يطلع الادرينالين. هو صح، هو صح، هو صح. بيتا 1 بتستجيب احسن لايه؟ للادرينالين ولا للنورادرينالين؟ ها ها ها، ادرينالين. لسه قايله ان البيتا بتحب الادرينالين اكتر. المهم هتمسك في بيتا 1، وبيتا 1 شغلتها ايه؟ دايما ستيمولاتوري، مفيش ملهاش اي حاجه تانية. بيتا 1 سهل قوي. لو بيتا 1 ستيمولاتوري، بيتا 2 عكسها، اختها انهيبيتوري. بيتا 2 بقى هي الاساسيه في السموث ماسل، مش لسه قايله ان الفا 1 ممكن تبقى موجوده في السموث ماسل، بس قلت لكم هنا ان مش هي الاساسيه. مين الاساسيه؟ بيتا 2. بيتا 2 على السموث ماسل، السموث ماسل موجوده فين؟ في الجي اي تي، موجوده في اليورينري بلادر، موجوده في البرونكاي، تمام. في كل الحالات دي لو وقفت الفيديو وفكرت السيمباثيتك بيعمل ايه في الوول بتاع الاعضاء دي؟ انهيبيشن ولا ستيميوليشن؟ انهيبيشن. برافو عليك. يبقى البيتا 2 شغلتها ايه؟ انهيبيتوري. يبقى من الاخر، من الاخر، السيمباثيتك بيطلع العادي، ها العادي بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، عنده 4 ريسبتورز اشتغل عليها. الريسبتور المشهور هو الفا 1 مينلي ستيميولاتوري، الفا 2 ده ريجيلاتوري، لسه هنقوله ملوش دعوه بالقصص دي خالص. بيتا 1 موجود فين بس؟ في القلب، وبيعمل ايه؟ ستيميوليشن. بيتا 2 موجود فين بس؟ في السموث ماسل، وبيعمل ايه؟ انهبيشن. سهله جدا، بس هو الموضوع بسيط جدا. فاضل بقى الفا 2 واللي شغلها مختلف عن اي ريسبتور اخدناه. دي نهايه عصبيه عايزه تطلع نور ادرينالين مثلا وتشتغل على العضو ده. طيب العضو ده هيبقى عليه ريسبتور عادي جدا، ايا كان الريسبتور بقى الفا 1 الف سوري بيتا 1 بيتا 2 ايا كان الريسبتور مش هيفرق معايا. اللي هي العصبيه دي عماله تطلع، استنوا نجيب لون ادخن، عماله تطلع نور ادرينالين نور ادرينالين نور ادرينالين نور ادرينالين نور ادرينالين، واشتغلت خلاص العضو ده اشتغل خلاص، عملنا الافكت بتاعنا. نور ادرينالين نور ادرينالين نور ادرينالين نور ادرينالين نور ادرينالين، تك 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 تك. هو في ايه؟ وانت مش هتبطلي تطلعي؟ لا مش هبطل، ما عنديش حاجه تقول لي ابطل. يبقى ربنا لازم يخلق لنا حاجه
تكبح الكلام ده، المكابح بتاعتنا اللي تقول خلاص انت طلعتي دور ادرينالين كتير قوي كفايه كده، مش يقول لك لما الحاجه تزيد عن حدها تنقلب ضدها، ده حاجه في الجسم اسمها نيجاتيف فيدباك. يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ معناها ان الحاجه لما تحصل كتير قوي، زي ان النيرف يطلع نور ادرينالين كتير قوي، لازم يحصل حاجه تقول للنيرف خلاص يا بابا، خلاص يا حبيبي، بطل تطلع حبيبي، كفايه كفايه. نيجاتيف يعني بوقف بقى، كفايه. طب ايه الحاجه اللي هتخلي النيرف يحس انه طلع كتير؟ في ريسبتور الفا 2، بصوا مكانه، بصوا مكانه، بصوا مكان الفا، ده الوحيد 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 اللي موجود على النهاية العصبية نفسها. الله 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 الله، شايفين الوصلة دي اسمها سينابس. لو الحاجة كل الريسبتورز اللي اخدناها موجودة بوست سينابتك، يعني بعد الوصلة، عشان تعمل الافكت بتاعها على الحاجة اللي بعد، ده الوحيد الريسبتور الوحيد اللي موجود بري سينابتك على النهاية العصبية نفسها، اهي بري سينابتك. عشان كده بنقول الفا 2 ريجيولاتوري، وظيفة تنظيمية. هل ليه دور في شغل السمباثيتك على الاعضاء؟ لا. بص اللي هيحصل بقى، دي اهي الاشارة وصلت للنهاية العصبية، النهاية العصبية طلعت نور ادرينالين، عمل الشغل بتاعه خلاص. قبل ما النور ادرينالين يطلع بكميات كتير، عشان ما نهدرش كميات كتيرة، الفا 2 هتعمل ايه؟ الفا 2 هتحس تقول لا 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 لا، ايه كل النور ادرينالين طلع ده؟ كفايه كفايه، انا حاسه ان انت طلعت نور ادرينالين كتير. طب هي رد فعلها ايه؟ تقول للنيرف البري سينابتيك، تقول للنيرف اللي بيطلع خلاص يا بابا كفايه، ما تطلعش اكتر من كده، انت عملت خلاص الشغل اللي انت كنت عايز تعمله. العمليه دي اسمها نيجاتيف فيدباك. يبقى على الفا 2 انا عايزه منها كلمتين بس، مكانها فين؟ بري سينابتيك ولا بوست سينابتيك؟ بري سينابتك، وشغلانتها ايه؟ تنظيمية، نيجاتيف فيدباك بس. اهو الفا 2 موجودة بري سينابتك، دي الوحيدة اللي موجودة بري سينابتك، وشغلانتها نيجاتيف فيدباك. لو جاوبت على كل الاسئلة اللي بقولها دلوقتي صح، يبقى انت خلاص شربت الموضوع. مين النيرف الوحيد اللي بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين؟ طبعا مش محتاج اقول انك وقف الفيديو جاوب، هو البوست جانجليونيك سيمباثيتك العادي. طيب مين الحته الثانيه اللي بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين؟ الادرينال ميدال. مين الريسبتورز بتاعت الاسيتايل كولين؟ بتاعت الاسيتايل كولين اللي هم الماسكارينيك والنيكوتينيك، الماسكارينيك والنيكوتينيك. طيب مين في دولت اولويز اكسايتاتوري، دايما اكسايتاتوري؟ النيكوتينيك، بينما الماسكارينيك على حسب مكانها اكسايتاتوري او انهبيتوري. طيب في الادرينالين والنور ادرينالين، مين الريسبتور الوحيد اللي موجود بري سينابتك؟ الفا 2، برافو. مين الريسبتور اللي دايما انهبيتوري؟ بيتا 2، برافو. مين الريسبتور اللي دايما ستيمولاتوري؟ بيتا 1، برافو. مين الريسبتور اللي مينلي ستيمولاتوري؟ الفا 1، برافو. مين الريسبتورز اللي بتستجيب احسن للنور ادرينالين؟ الفا، برافو. مين الريسبتور اللي موجود في القلب؟ بيتا 1، برافو. مين الريسبتور الاساسي في السموث ماسل؟ بيتا 2، برافو. بس كده، دي مقارنه بين الادرينالين والنور ادرينالين، مين فيهم اقوى في حاجات معينه. بص انا عايزه كده نفتكر القاعدة، القاعدة بتقول ان مين بيستجيب احسن للادرينالين؟ البيتا. ومين بيستجيب احسن للنور ادرينالين؟ الالفا. طيب كاردييك كده كده السمباثيتك بيعمل ايه في القلب؟ بيزود كل حاجة في القلب، ستيميوليشن. مين بقى الريسبتور اللي كان مسؤول عن الكاردييك ستيميوليشن في الاربعة ريسبتورز؟ بيتا 1، برافو. طب مين الريسبتور اللي كان بيعمل فازو كونستريكشن؟ ها ها ها، الفا 1، برافو. مين الريسبتور اللي كان بيعمل برونكو دايلاتيشن، السموث ماسل جوه البرونكاي بيعمل لها ريلاكسيشن؟ بيتا 2. وفككم الميتابوليزم دي، هنقول عليها كلمه واحده. يبقى طالما الكاردييك ستيميوليشن كانت بفضل بيتا، مين هيبقى شغله احسن على القلب، الادرينالين ولا النور ادرينالين؟ الادرينالين، البيتا تحب الادرينالين. طالما الفازو كونستريكشن كان بسبب الفا 1، مين شغله احسن على البلاد فيسلز؟
النور ادرينالين، الالفا تحب النور ادرينالين. طالما البرونكو دايلاتيشن اللي هو الانهيبيشن ده كان بسبب بيتا 2، مين هيشتغل احسن؟ دي مهمة، دي اهم واحدة فيهم. الادرينالين، لان البيتا تحب الادرينالين. هو السمباثيتك بيعمل في الميتابوليزم، في الحرق، السمباثيتك بيعلي الحرق، كنا قلنا عليه ان هو كاتابوليك، بيكسر جلوكوز، بيكسر كاتابوليزم. مين بيعلي الحرق اكتر، الادرينالين ولا نور ادرينالين؟ الادرينالين برضو. في بقى حتة هنا، مش انا قلت لكم دي اهم واحدة؟ يبقى الادرينالين قوي جدا في ان هو يوسع الشعب الهوائية، بيوسعها. في مرض اسمه برونكيال ازمة، برونكيال ازمة اللي هو الربو. في الربو بيحصل ايه؟ الشعب الهوائية بتضيق والهواء بيدخل بصعوبة، فليه مش عارفين ياخدوا نفسهم، هيتخنقوا. يبقى اكيد لازم اديهم دواء بسرعة يعمل ايه في الشعب الهوائية؟ يوسعها، يعمل برونكو دايلاتيشن. فانا احسن اديله من بره حقنة ادرينالين ولا حقنة نور ادرينالين؟ ادرينالين. ودي حقيقة فعلا، الادرينالين بيستخدم في علاج البرونكيا الازمة عشان هو بيوسع الشعب الهوائية.